الجرافات المتطورة والمدرعة اللي استخدمها الجيش الإسرائيلي في اقتحامات مخيم جنين لم تفلح في أداء مهمتها، بالضبط زي الجرافات في غزة. إحدى الكاميرات وثقت جرافة عسكرية إسرائيلية عالقة في الوحل ومش قادرة تطلع منه رغم محاولات عديدة، يعني مرة قاذف ب300 دولار ومرة أرض مبللة بالمطر. ما أعظم الأساطير وما أسهل تدميرها. نتابع محاولات الجرافة للخروج. أكيد موقف زي ده وفيديو زي ده مش هيعدي على رواد السوشيال ميديا، وكمان لازم يعبروا عليه. في مثلا اللي عبر بشكل ساخر واتكلم وقال زي سفيان كده: يا ريت لو في ياسين 105 تحولها شقف، قصده قذيفة ياسين 105. أما تويتة أخرى: الأرض عندنا، من أحمد طبعا، الأرض عندما تلعب مع أصحابها. كمان في تويتة أخرى من تمارة: غرزت حد يجيب لها ونش.